السلام عليكم، حياكم الله ويا هلا بالجميع. هذه عقل حمضيات طبعا عقلناها الفترة الماضية وما شاء الله يعني نجح على النمو. الآن راح إن شاء الله نشيك على الجذور، لكن صار فيها جفاف تأخرنا عليها، ماسكيناها وذبلت الأوراق. في حال إن في وجود جذور لها في الأسفل إن شاء الله ما في أي مشاكل، راح ننقلها حاليا. تابعونا معنا أول بأول. ما شاء الله تبارك الله، العقال مجذرة بفضل الله سبحانه وتعالى مثل ما تلاحظون، بدون أي هرمون تجذير أو أي مواد يعني منشطة للجذور، سواء قرفة، عسل، هرمون كيميائي، بفضل الله سبحانه وتعالى ما حطنا أي شيء. هذه ما نجحت فما في مشكلة، أهم شيء عندنا اللي جذرت. طبعا تأخرنا عليها بالنقل وعشان كذا صار في تداخل في الجذور، راح نخلخلها الحين علشان تطلع معنا. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. شوفوا هذه، شوفوا كمية الجذور، راح نقص الغصن هذا الناشف، راح إن شاء الله تتابعونا معنا بإذن الله راح ترجع طبيعية وأحسن من الأول. هذه ما شاء الله، طبعا الأوراق الناشفة من المفروض أن الواحد يشيلها علشان ما تسوي طبعا الجفاف للنبات للأغصان وتسبب موت النبات. الآن جلسين ننقل العقل، ما شاء الله تبارك الله، راح نحطه بالشكل هذا داخل المركن. نبدأ نحط عليها التربة، نبدأ الآن نسقي بغزارة أول مرة طبعا علشان الهواء اللي داخل التربة يطلع وتثبت النبتة داخل المركب.